احنا طبعا من الحاجات المعروفه في رمضان طبعا ممكن معلش تديني كوبايتي اتفضلي أه؟ حبيبتي انا بتاعتي شكرا من شكراً, شكرا, شكرا آه, آه أنتي انت طبعا طبعا جايبين كوبايات كبيره اه طبعا ده يعني بجا... انت بتشوفه في اي وقت تاني في رمضان صح. على القهاوي في رمضان على آه. في رمضان بس آه. انت عارف استحلب. طب انا اقول لك بقى معلومه انت كل شويه تقول انت انت لنا المعلومه النهارده اه لا انا اقول لكم معلومه السحلب بس يا نوره طب كويس انت عارفه استحلب ده يعني بجد عملت له جوجل سيرش ربنا يخلينا عم عم جوجل, 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 ده ده اشكرك يا رب انسان قصدي ايه بص انا سالته خدمة جميله نبات بس انا كنت فاكراه ايه؟ احنا نشوف بودرة. ايوه انا كنت فاكره كده صح؟ زي النشا تحسيها نشا 40 سم كده يعني كده يعني كده عارف بقى يعني احنا اللي بنشرب السحلب ده كله جاي من ايران وافغانستان م. لكن والسح... والإيرانيين مشهورين بالسحلب جدا ومنتشر في تركيا والشام وبلاد الخليج طبعا منتشر في مصر عندنا ونزل في مصر, في مصر طبعا, طبعاً. القهاوي شغال عليه تحفه ويحطوا لك عليه زي آه. عامله لنا كده تشكيلات دي والفستق والحاجات آه. اللي ما هو الحلوة يعني دي. زي ما بنقول على طول رمضان فيه حاجات متعلمه خاصه خاصه بيه يعني كمان مش بس السحلب اللي بتشرف في رمضان احنا يعني أمر الدين في تمر هندي في الخرنوخ في العرقسوس اه انت فاكره العرقسوس اه فاكره لما كان يعني في التلفزيون المصري لما كانوا بيجيبوا لنا على طول بتاع برامج مم. عن عن ثقافات الشعوب في رمضان وعن أيوة الاكلات بتاعت رمضان آه، آه، آه. وعن العادات بتاعت دو الشعوب كله. في رمضان. بتتفرج على ايوه مش أيوة. عارف ايه ونجوع ونجوع ايوه وكنا بنعرف كل بلد ايه اللي مشهوره بيها في رمضان وايه اللي هي بيحبوه في رمضان طب طب ايام محمد كانوا بيعملوا ايه؟ هدي بقى دي بقى اللي يعني ما عرفناش نوصل لك وما فيش كتب مساعدانا ان احنا نعرف لأن كانوا الكتب كلها نهار رمضان ازاي الكتب الاسلاميه كلها طبعا فيها حشو كتير إيه. بس الكتب الاسلاميه كلها مركزه <applause> ان تطلع محمد بشخصيه الرجل التقي الناسك المعتزل اللي قعد طب ما كانوا... طب ما كانوا لازم يقولوا لنا بيقضي يومه آه. ازاي ما ده الغريب بقى آه. إن في ناس كتير جدا مش بتقرا خدت صورة أو شكل معين عن محمد في رمضان آه. انه كان شخص بيعتكف بيقعد في الجامع عنده حالة من الزهد حالة من الـ الـ التقوى آه صايم يعني صايم آه كان كده هو فعلا يعني طب ما انا برضه اللي كان بيحارب وبيغزو وبيقتل وبيدعم صحيح <applause> بالظبط بالظبط ما ده انا ده اللي مش داخل في دماغي يعني أه؟ انت صورت لي شكل واحد معتكف جوه الجامع أيوة. وفي نفس الوقت تقول لي وخل... غزوه بدر في وخلى الرجاله يعملوا نفس الامر شخصيه اه سريت مش عارف مين في رمضان من طب انت فين؟ <applause> يعني هل انت بتخطط من جوه الجامع؟ أه؟ يعني قاعد معتكف جوه الجامع عمال تخطط للسراي وحروب ولا انت فين؟ طب طيب طيب هو كان في في الاخر يعني هل تفتكر معلش في السؤال يعني هل تفتكر ان في اخر 10 ايام كان فيهم اي غزوه او سريه ولا ما كانش فيهم يعني احنا عارفين انه 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 غزوه بدر ايوه كانت في يوم أيوه. 17 بالظبط سريه العصماء اللي احنا بنتكلم اتكلمنا عنها الست الغلبانة, الغلبانه اللي قتلها وخدوا الولد وهو بيرضع وقتلها الاعمى آه. ده وهو يعني كانت بيقول كده كان يبقى على خمس رمضان خمس ايام على انتهاء يعني رمضان يعني يعني في يعني الاعتكاف ممكن نقول يوم 25 يوم دا 24 ده عز الاعتكاف عز الاعتكاف طبعا يعني وفي سريه حمزه المفروض هو والصحابه يكونوا معتكفين في كذا, كذا سريه اتمت وقامت في رمضان سواء لو حبينا إزاي يعني طيب يا جماعه ان انت دلوقتي ادينا تم... تمثيليه ندخل آه. آه. مثال آه. آه. اه عن يوم من ايامك في برنامج اسمه يوم من ايام محمد في رمضان ايوه اه او زياره الى بيت محمد في برافو عليك تقريبا حاجه زي كده مش فاكر الـ الـ التقي الزاهد اللي قاعد قاري على طول طبعا استثنى ومسح من التمثيليه دي او الفكره دي استثنى ومسح الغزوات مم. واللي بيطبطب على زوجاته تجاهلها وبيأخدهم كده في طب كتر وي... خير ويعني و... تعبوا <applause> ويجي الشيوخ يقول لك تعبوا طول النهار في الاكل وتعبوا في اكرام الفقراء تسعه عمالين ياكلوا فيه <applause> وتعبوا في اكرام الفقراء فبياخدهم في حضنه ويطبطب عليهم وكان رجل عطوف على زوجاته يقبلهم فين في الكتب؟ فين في الكتب؟ يقبلهم في رمضان قولي فين في الكتب؟ قولي فين في الكتب ان هو كان بيعطف عليهم وبتبقى. طبعا ما فيش قولي ان ممكن تكون قولي ان ممكن تكون القبله لو هيقبل هنا او هنا قال. قبل الزوج قبله اللي كانت اه ل ل ل ل لزوجته التعبانه أيوة. بيشجعها طيب أيوة. عليها ونين. بيطبطب عليها بيرفع من روحها المعنويه لكن الكلام اللي بيقولوه الكلام اللي بيقولوه ده مش صحيح ايوه يعني في بيقول حديث بقى. حديث روته عائشه بنفسها عائشة. عن تجربه عن تجربه روته عائشه بتقول ايه؟ كان رسول الله يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم واعتذر يعني بعتذر انا لا, لا 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 الاغرب بقى في الجمله اللي جايه ومتاسف ان انا اقول التعبير ده وكان املككم لاربه ده ده ده, ده, ترجمة ده كلمه سوى. يعني مش مش هقدر اترجمها طيب اوكي مش يعني هنخرج <applause> على النص هنعمل ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> فهنخرج على النص انا سؤالي هنا لما الشيخ يجي يمثل لي ويصور لي ان كلمه القبله والمباشره معناه نطبطب عليها وخدف في الشيخ برر بكده؟ طب الفيديو الشيخ مش. بيبرر بكرة. لا لازم نشوف آه. لا كويس الايباد ده ويقول ايه حاجة. يا معشر الشباب طالما انتم مش قادرين تتحملوا ما تعملوش زي ما الرسول كان بيعمل لان الرسول كان اكثركم تقوى اكثركم خشوع اقصركم جديدة تحكم ما تحكم زي الرسول تحكم في نفسه فانت مش قادر تتحكم ما تعملش زي كده آه. ويبدا يبرر ما ده اللي انا قلت من شويه ان المشكله ان ان زمان وانا كنت بعمل ده مم. لما كنت مسلمه كنت عايش طول الوقت بعمل ايه لما اقرا حديث ابدا ابرر له مم. ابدا قلت يعني اوجد له عذر أيوه. او اخلق له سبب او اقول هو عمل كده ليه ده اللي انا كنت بعمله أنا, أنا, انا كنت وما عرفتش اخلق سبب بالظبط انا كنت عايش كده وما عرفتش اخلق سبب يا اما زي ما بتقول علوم نفسي او اسال شيخ سبب او اسال أولي. شيخ عشان يخلق لي سبب اقول ايه انا م. انا عن نفسي كنت بقول كده لو ما عرفتش اخلق سبب اقول ايه اكيد انا جاي اللي فيا مش فاهم آه. انا اللي فيا لعيب أيوه. لكن يبقى انتوا عارفين في مقوله مقوله معروفه عند السلف واهل الجماعه بيقولوا ايه ان كان العقل يتعارض مع النقل يبقى النقل فيبقى النقل على حساب العقل بالظبط الغي عقلك يعني لو انا دماغي وخد ما اللي فهمتش مكتوب. فكره معينه مم. فبالتالي المشكلة في, المشكله في عقلي زي المشكله في عقلي مش المشكله في اللي موجود في اللي بقوله آه. فده الشيخ ده الشيخ ورينا ورينا بجد ورينا وبيبرر انه الحديث بيقول كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ومش هقدر اقول الجمله الثالثه لا بس ايه يباشر دي ما انا هقول لك ايه يباشر وهقولها أوكي. أوكي. لك من القران اوكي اه ادي الشيخ بيقولها اما ان يجعل العقل من نفسه وان نجعل نحن من العقل حاكما على دين الله تبارك وتعالى والله لتحول الدين الى العوبه بين عقول البشر والا فانا أسألك اي دين هذا الذي سنقبله؟ الدين الذي يقره عقلك انت ام الدين الذي يقره عقلي انا ام الدين الذي يقره يقره عقل فلان او عقل فلان اي دين؟ ده مجرد نموذج ده مخجل ده نموذج مخجل حاجه تكسف بجد وده اللي انا كنت عايشه انا كنت كده مم. انا كنت بقرا الكلام ده ما بفكرش فيه مم. كنت بقرا وب... وبتعامل معاه وكنت بستمع للشيوخ بنفس طريقه التبرير دي مم. وكنت بلتمسه اندرو المفروض ان الصوم ما يبقاش فيه مباشره انا اعرف او اللي انا فاهمه غلط مش فاهمه انا جاي فاهم وكمان يا ستي هو صغير ده راجل عنده كام سنه؟ مم. خمسة وخمسة. يعني هو كل الوقت اللي سمه اصلا او في الموقف ده يعني هو اتجوز أيوة عائشة وهو عنده 53 سنة أيوة. الموقف ده يعني احنا بنقول رمضان نزل سنة او اتنين او زي ما بيقولوا اتفرض اتفرض سنة 2 هجرية سنة 2 هجرية واتجوز عائشة قبل ال يعني الموقف ده كان تقريبا 56 57 سنة مش هو كل اللي صامه تسع سنين تسع بزبط. صيامات بالظبط يعني بزبط. لان بزبط. هو سنة 11 55 وطلع فكان كبير في السن مش شاب صغنون ولا عريس مثلا الراجل يعني عريس وفرحان بنفسه انا عايز اقول حاجة انا راجل عجوز انا بتكلم عن نفسي ايوه انا كنت بقبل ده <applause> كنت متعايش بكل ضمير للاسف مرتاح احنا مع كنا بنقبل لكن لما جيت لقيت الصيام مم. والكلام اللي قاله المسيح قلناه في المعوذه على الجبل لقيته مختلف خالص تماما تماما الصيام ده بيهذب النفس الصيام ده بيديني بي حاله من التقوى حاله من الخشوع حاله من حي... من وضع روحاني مم. فانا دماغي زي مفروض ما تفكر في العباده لكي تفكر في بولس ربنا نفسه في رساله لكي تتفرغوا مم. للصلاه والصوم بالزبط. تتفرغ يعني انت عايش حاله عباده مم. مش بتفكر لسه انت متاسف يعني تحضن عائشه ولا ما تحضنش عائشه مم. انت انت قطعت الوقت ده المفروض ده بتاع ربنا بالزبط. انت قاعد فيه ربنا قاعد مع ربنا الهدف من الصوم ايه مش فرض <applause> الهدف من الصوم يعني لما بنمسك الكتاب المقدس الهدف من الصوم ايه؟ يا اما على الخدمه من اجل ان انا طالع خدمه <applause> يا اما يقول كده هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم يبقى في قيود معينه ارواح معينه حد بيش بيقول لي شاركني الصوم في هدف معين للصلاه والصوم للصوم بالذات لكن ان انا اجي اقبل ان في كتابي او القدوه بتاعي طب، طب قول لي او قول لي المعلم انت بتاعي انت من شويه قلت انك هتقول يعني معنى كلمه المباشره في القران هتثبت وجودها من القران ممكن طبعًا تقول لي طبعا الخداع اللي موجود دلوقتي يقول كلمه يباشر يعني ايه يطبطب عليها امم ده اللي كان الشيخ بي بيحاول يقوله يعني اه لكن المشكله ان هم ناسيين ان القران يفسر نفسه بنفسه اه ليه لان القران نفسه مم. اهو وانا بوريكم في سورة البقرة مم. آية 187 أيوة. أحل لكم آه. يعني كان أمر مش موجود وأصبح آه. موجود أيوة, أيوه والآية دي اتكتبت بسبب عمر بن الخطاب برضه لأن بعد ما, ما فطر ما هو بيسمع كلام عمر إيه سيح. بيخاف آه. منه ما يقدرش طبعاً اه عمر طبعًا هو ميقدر. اللي فرض الحجاب آه. آه. عمر هو, هو اللي السبب فرض الحجاب هو السبب في الحجاب. فرض الحجاب أيوة. هو اللي قال له إذا نجوتوا بين يد الرسول فقدموا من بين, بين أيديكم آه، صدقة. صدقة لما تروح تسألوه في البيت له أد... أد... صدقة وبسببه الآية دي أصبحت موجودة م. لأن الصوم الأول كان بيطبقوا بالظبط زي, زي نفس الصوم اللي كان في الجاهلية م. يبتعدوا عن كل شيء م. فبدأت الناس تقول لمحمد إحنا مش متحملين آه. وجاء عمر بن عمر بن الخطاب قال لما... انا آآ 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 اتيت الى زوجتي هل صيام انتهى قالوا لا ربنا حلها من السماء لا ما انتهى ايه هي, هي من السماء جاهز الايه جاهز الايه على طول تحل لكم ليله الصيام الرفس الى نسائكم هن لباس لكم آه وانتم لباس لهن علم الله يقصد عمر علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم يعني مش قادر تمسك نفسك بتعمل حاجه مش قادر فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يبقى المباشرة إيه؟ مم. فهمتوها طبعا واضحة طبعا, طبعا. واضحة لما تقول كده عائشة وكان يباشرني مم. طب انا انا عندي سؤال في الحته دي دلوقتي رمضان كان موجود في الجاهليه وكان في العشر ايام اللي هم اللي بيتحنث فيها اللي هو نزلت فيها نفس في اللي ما كان بيعملوا آه. ايام الجاهليه ماشي طب ازاي أهل قريش والناس كانوا بيعملوا ازاي بقى اللي كنا بنقول عليهم الكفار كانوا قادرين يمسكوا نفسهم ويعتكفوا ويكونوا في حاله من الزهد والعباده والتقوى والرسول اللي هو اشرف خلق الله واللي هو زي ما كنت بتقول املكهم اللي ما ايه مش قادر ان هو يعمل زي ما ال ال الكفار كانوا بيعملوا وكمان كان بي بي بيسفك الدم وبيقتل في وقت ال في وقت الاعتكاف ده بيبرر ازاي يعني بيبرر ازاي نقبل الكلام ده بيبرروا الكلام ده بازاي يقولك لك انه سنه خاصه لرسول الله مش ليس على احد اخر ان يقوم به ان هو يبشرهم دا... دا... اه بشرونا هم صايمين وكله صايم لا دي مش خاصة... سنه ده هو ما عندوش تحكم بقى في نفسه هو راجل مش قادر دا... يتحكم في شهواته وفي غرائزه وده يا جماعه اللي بيكسر قدسيه الصوم ايوه يعني الصوم ده انا في وضع تاني مم. في حاله روحانيه تانيه المفروض اكون كده ده اللي ما فهمه عن الصوم بالزبط. ده اللي انا عرفته عن الصوم في الكتاب المقدس ده وده اللي بيطعن في الايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصيام بتاعنا يعني إيه ملوش علاقه بالكلمه بتاعنا بكلمة. غير الصيام ده الصيام بتاعي مفهوش الكلام ده صحيح. صحيح. الصيام بتاعي له هدف تاني له بعد روح مش تاني. بالفكره دي. ليه حياه تاني وده بيطعن في حاجه تاني مم. القداسه بالظبط اشكرك يا رب هل الصيام بيديني حياه قداسه مم. بيرفعني عن الامور الجسديه لو ما عملش كده يبقى مش فعال بيخليني يبقى ملوش لازمه بالظبط لو ما كانش الصيام يخلق جوايا الامر ده يبقى صيامي باطل وغلط نصلي قبل ما اصلي في ايه بتقول في سفر اشعياء 58 اليس هذا صوم يبقى. يختاره الرب حين, حين. تكسر للجائع خبزك وتدخل المساكين هنا الى بيتك والا تتغاضى عن الاحمال؟ ايوه هو ده الصوم، الصوم صح. حاله مقدسه صح صوم حاله نقيه، مم. الصوم مش افعال ولا ولا علاقه و... انا بشكر ربنا جدا انه المسيح انقذني من افكار زي كده يا جماعه احنا علينا مسؤوليه مم. بجد بجد علينا مسؤوليه اهلنا لسه عايشين في الوضع ده مم. انا عايز نصلي لاجلهم أمين. ونطلب الرب انه يفتح عنيهم زي ما فتح عنينا ممكن تصلي لنا ثانيه واحده قولوا يا رب افتح عنين أهلينا زي ما فتحت عنينا امين يا رب بنشكرك لانك بنعمتك وبنورك يا رب نورت قلوبنا وحياتنا يا رب بنصلي يا رب من اجل اهالينا واصدقائنا وكل يا رب حبايبنا واسرنا المسلمه يا رب ان هم يعرفوك أمين. وانك تنور يا رب بنور معرفتك جوه قلوبهم وحياتهم امين لكل المجد نكمل الرز بلبن ده سحلب ولا سحلب <applause> لانه شكله ابيض